اكيد اكيد سمعت حوارات كتيره قوي، وهو نفسه كان عقب قبل كده على حسام غالي، كان وجهة نظره ايه بوضوح؟ لا دي وجهة نظر فنية، ولكن هو قال ان باب المنتخب مفتوح لأي لاعب في الدوري المصري، احنا نشوف من وجهة نظر فنية انه هيفيد الفترة دي في المباراة اللي جاية. يعني دول يعني مثلا انا بتسأل مين احسن مهاجم في مصر، فبقول باسم مرسي المباراة اللي فاتت. مين مهاجم مصري الاول؟ باسم مرسي في المباراة اللي فاتت. الحالة دي الحالة. ممكن المباراة اللي جاية تتغير الدنيا على حسب، لأن ده منتخب مش نادي، منتخب يملك كل اللاعبين اللي موجود في الدرجة الأولى والثانية. لكن من الواضح إن هو ما لفتش نظره أتليست في المباراتين اللي فاتوا، بدليل إن هو ما خدوش. أنا بقول لك دي وجهة نظر فنية. ما أنا فاهم، أنا معاك على فكرة تماما. أنا بس مجرد أكيد الناس، حضرتك مدرب وأنت ممكن بتشتغل والطريقة في دماغك والخطة في دماغك، بتركب عليها مين ومتركبش عليها مين، وتشوف تغييراتها ايه وبدائلها ايه واكيد ما فيش حد بيقول يا رب تعسني. لا لا، اي مدرب عايز ينجح يعني. طبعا دي وجهه نظر فنيه ولابد ان تحترم. بالعكس، انا دايما اقول لابد ان احنا نحترم وجهه نظر المدير الفني ما دام ربنا موفق والدنيا ماشيه كويس. لا قدر الله الف بعد الشر، لو في الامور امور نبتدي ندردش نتكلم، طب ده كذا طب ده كذا. لكن طول ما الدنيا زي الفل بفضل الله ويا رب تستمر وتستمر ان شاء الله باذن الله. الطبيعي ان مفيش مانع ابدا، كل اللعيب يكون له دور، وحسام يكون له دور، ولاعيبه ثانيه كلهم ادوار. ما اتقفلتش. لا هو يمكن ربما بس تعليقي انا، ان انا قلت ربما هو مش حابب في السن الا لغايه ليفل معين. لا كان حماده طلب 34 سنه معانا، اكبر من حسام. بالظبط كده، يعني مفيش ده مثال. بس صعب انه يلعب، يعني هو واخده عنه جوكر بقى، انما لعبه بالظبط. لكن موجود شوية. يعني